أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير ومرحبا بكم في الحصادي الرياضي والذي يأتيكم مباشرة من قناتكم زين نيوز. والبداية كالعادة بالعناوين. في كأس الكاف نصر حسين داي ينهزم في الأنفاس الأخيرة أمام أهلي بنغازي ليبي في ذهاب الدور التمهيدي الأخير. في الرابطة الأولى شبيبة القبائل تحسم الديربي القبائلي أمام مولودية بجاية وتقلص الفارق لنقطة واحدة مع الرائد اتحاد العاصمة مؤقتا. في المحترف الثاني جمعية الشلف يسترجع كرسي الصدارة بعد فوزه على اتحاد عنابة ومستفيدا من سقوط مولودية العلمة في سكيكدا. في كرة اليد نادي الأبيار يتكبد هزيمة مفاجئة أمام شبيبة الثورة لحساب بطولة القسم الوطني الممتاز. مشاهدينا مرحبا بكم. انهزم ممثل الكرة الجزائرية في منافسة كأس الكاف نصر حسين داي أمام مضيفه أهلي بنغازي في ذهاب دور التمهيدي الأخير من منافسات كأس الكاف وذلك بنتيجة هدف للصفر. وسيطر ممثل الكرة الليبية على أغلب مجريات الشوطي المباراة وكانت له فرص خطيرة فشل في ترجمتها إلى أهداف بينما اعتمد الفريق الضيف على تأمين دفاعاته بقوة واللعب على الهجمات المرتدة وتلقت شباك الحارس بوصوف هدفا قتلا في الأنفاس الأخيرة وقعه اللاعب جبريل محمد جبريل وبهذا فشل أشبال المدرب لاسيت في العودة بنتيجة إيجابية من سوسة التونسية وسيكونون مطالبين بالتدارك في لقاء العودة بملعب 5 جويلية. يعول فريق شبيبة الثورة على العودة بنتيجة إيجابية من دار السلام التنزانية حين يواجه نادي سيمبا في افتتاح دور مجموعات من رابطة أبطال إفريقيا غدا السبت وتبقى الأمل معلقة على رفقاء يحيى شريف لبداية مشرفة هي الأولى لممثلي الجنوب في دور المجموعات. من مطار بشار وبمعنويات مرتفعة انطلق حلم فريق شبيبة الثورة متجهين إلى دار السلام بتنزانيا في رحلة خاصة مرورا بمطار جانيت الإدارة التي وفرت كل الظروف المناسبة من أجل التنقل بأريحية لخوض المغامرة الإفريقية. نروحوا لهذيك البلاصه ما ماشي فور سبيسيال نروحوا باش نديروا ريزيتا بوزيتيف والحمد لله كما قلت نشكر الاداره على المجهودات اللي قامت بها ما يخفالكش باللي باش دير ان فور سبيسيال ديالك لا توزاني ساكوت شير مي الحمد لله ما قصروش فينا. الانطلاقه تاع دور المجموعات هي اللي عليها الاكيد عليها الشيء احنا دروك رحنا نتنقنيل لدار السلام ان شاء الله نعودوا بنتيجه ايجابيه باش تخلينا نعيشوا هذه المغامره كما رحنا حبينا احنا كما راح المناصرين اداره وطاقم الفني. كما راكم تشوفوا سيفري الرحله طويله بصح ليكيب كاع راه موتيفين وعندهم الرغبه بحق نتيجه ايجابيه وحنا كلاعبين ان شاء الله بربي نديروا كاع اللي علينا باه نجيبوا ان بوريزيطا من تما ان شاء الله. الرحلة كانت متعبة دامت لأكثر من 10 ساعات ليصل فريق الثورة إلى مطار دار السلام بتنزانيا. في انتظار المقابلة الحاسمة يوم السبت سيجري رفقاء جليد حصة تدريبية بملعب دار السلام من أجل العودة ولو بالتعادل. وفي الندوة الصحفية التي انعقدت بالملعب الوطني بدار السلام بتنزانيا أكد نبيل نغيز أن فريق شبيبة الثورة رغم حدثته وقلة التجربة التي يتمتع بها إلا أنه عزم على أن يكون الخصم الصعب على أرضية الميدان لفريق سيمبا. أما فيما يخص التشكيلة فقد صرح نغيز أنها ستكون مكتملة التعداد مع دناتيش وبوشيبا. حقيقة نعتبر أصغر فريق مقارنة بسيمبا والأهلي وفيتا كلوب ولكن دائما نبدأ نكتب التاريخ من هذه المباراة هذه إن شاء الله وين ندرك بلي رحنا نواجه فريق قوي فريق اللي عنده
لاعبين ممتازين فرديا وجماعيا. نفس الشيء بالنسبة للمدرب اللي مدرب اللي عنده خبرة ودار نتائج مع هذا النادي هذا. إن شاء الله نتمنى أن غدوة إن شاء الله تكون مباراة في المستوى ويستمتع الجمهور العريض اللي يحضر المباراة. كاين الحارس ناطاش وبوشيبة هما اللي غايبين بسبب العقوبة، ولكن الحمد لله كل اللاعبين راهم واجدين، 23 لاعب راهم واجدين الغدوة إن شاء الله. في تصريحات له قبل مواجهة شبيبة الثورة في دوري أبطال إفريقيا، انتقد مدرب نادي سيمبا التنزاني باتريك أوسيمس طريقة لاعبي الأندية العربية واللاعبين العرب الذين يستعملون طرق غير رياضية للفوز باللقاءات على حد تعبيره. أنت تعلم كيف يكون الحال عندما تواجه فريقا عربيا، أو بالأحرى لنقل لاعبيهم الذين سيبكون ويسقطون عدة مرات للحصول على مخالفة. نحن نعلم كل ذلك، يجب أن نركز على طريقة لعبنا نحن ولا نهتم بما يفعلون. أتمنى أن يكون الحكم في المستوى ليفرق بين الأخطاء الصحيحة والتمثيل. في رابطة محترفة الأولى، حسمت شبيبة القبائل الدربية القبائلي بفوزها على مولودية بجاية بنتيجة هدف دون رد، وسجل رزقي حمرون الهدف الوحيد في المباراة للكناري في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، هدف كان كافيا للشبيبة لإحراز النقاط الثلاث. وبعد هذا الفوز قلصت شبيبة القبائل الفارق بينها وبين الرائد اتحاد العاصمة لنقطة واحدة مؤقتا في انتظار لقاء ابناء سوستارا امام النصرية الثلاثاء القادم. هذا وتغلب اولمبيا المديه على ضيفه اتحاد بن العباس بنتيجه 2-0 في افتتاح مباريات الجوله 17 من الرابطه المحترفه الاولى، وسجل عبد الحكيم سامير وجمال بالاعلام من ركلة جزاء هدفي أولمبي المدية في الدقيقة 25 والدقيقة 75، ورفع أولمبي المدية رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي للمركز الثامن، في حين توقف رصيد اتحاد بالعباس عند النقطة 18 في المركز 14. اللاعبين مشكورين، قدموا ما عليهم بين على مدار الشوطين، كان فيه التزام تكتيكي، كان فيه تنظيم، كان فيه أداء كما كنا منتظرين منهم. ثلاث نقاط نظن مستحقة، رغم أنه بدون الانقاص من قيمة المنافس اللي كان في المستوى، فريق منظم عنده إمكانيات. لعبنا في ظروف جوية يعني ولا مناخية يعني صعبة، أرضية الميدان ما ساعدتناش باش نطبقوا يعني باش نأدوا مقابلة جميلة. تلقينا هدف أول إثر خطأ دفاعي في المراقبة، والهدف الثاني كان عن طريق ضربة جزاء، لكن في الشوط الثاني كنا الأفضل يعني في قضية الاستحواذ، يعني كنا سيطرنا على مجريات الشوط الثاني لكن ما كانش عندنا الفعالية. وفي مباراة جرت على ملعب 5 جويلية وفي غياب الجمهور، فاز فريق مولودية الجزائر بنتيجة 4-1 أمام ضيفه دفاع تجنانت، بداية مثالية للمولودية خلال مرحلة العودة حيث حققت الفوز الثاني على التوالي. ما كانش مباراة سهلة، يعني العوامل تاع المباراة يعني غير يعني كاملة، بدون جمهور ما كانش طعم يعني كويس. صح فرحانين على الفوز، نحيي الفريق أيضا تاع تجنات اللي كان منافس كما نقولوا عنيد في هالمباراة. ما كانش مباراة سهلة، ولكن صحيح فرحانين بالفوز، ولكن الفوز هذا كنا يعني يكون يعني كامل شامل بحضور الجمهور تاعنا، وان شاء الله اللي نلاقيوها في المباراه الاخرى ان شاء الله. اصطدمنا امام يعني ردت فعل قويه تاع مولوديه وسجلوا الهدف الثاني، بعدين نظن اني المقابله قتلوها المولوديه وعرفوا كيف يرجعوا الى نصف الملعب تاعهم ويسيروا اطوار المقابله. خسرت اليوم ماني تشوف 4-1، قلت جنان تاني ما لعبتش، لكن اني الحقيقه ادينا مقابله مليحه، اللاعبين يعني كانوا واقفين مليح فوق ارضيه الميدان. الاهداف الحمد لله بيان سور سي مون بريمي ماتش، الحمد لله يعني سي ان بون ديبي ليا وليكيب، سي لا دوزيام فيكتوار لينا كونسيكوتيف. ان شاء الله هاد لا فيكتوار تخلينا توجور اون ريست يعني في لي ريزولتا بوزيتيف هادو نديروهم ان شاء الله. بوركوا با ان شاء الله اون كونتينيو كوم سا ان شاء الله بور اكروشي توجور في البوديوم، و اون فا جيري ماتش بار ماتش ان شاء الله اليوم جاي سورتو هاد لا سيمان ان شاء الله اون فا
on va bien préparer, on va être on est plus à l'aise pour que nous soyons prêts le jour J, Inch'Allah. في الرابطة الثانية الآن، حيث ضيع فريق مولودية العلمة الصدارة بعد الهزيمة في سجيكدا أمام الشبيبة المحلية بهدفين مقابل هدف واحد، وافتتح بطلوني الهدف الأول للشبيبة في الدقيقة 16 قبل أن يضيف النصر هدفتان في الدقيقة 69، وفي آخر أنفاس اللقاء سجل دوسن هدف تقليص الفارق، وبهذه النتيجة يكون شبيبة سجيكدا قد سجل بداية مثالية على ميدانه في مرحلة العودة. الناس داروا فينا ثقة، لاعبين اللي جبنا معطاو الإضافة، لاعبين اللي كانوا ربما ما داروش المرحلة الأولى مليحة، كان الوقت باش يفطنوا ويديروا مقابلات في المستوى خاصة داخل الديار. الحمد لله احنا تنافسنا دروك 22 بوان 22 نقطة، دروك تخلينا نزيدوا نخموا في المقابلات اللي جايين إن شاء الله. الله يسامحه، يعني الحكم صال وجال كما حب، صال وجال كما حب، يعني الهدف الثاني يعني مسبوق بمخالفة، معناها حتى تحسين يشوفها مش فهمت، لا شافها لا هو لا المساعدين بتاعه. ضرب الجزاء ما عطاهناش في يد المدافع، يعني في الفرصة اللي ضيعها، كان الفرصة اللي جات البرباش بيناتي ما عطاهناش، خرج اللاعبين كل خرجوا، الحكم خرجهم من الماتش، ما عادش عندهم حتى تركيز. يعني التحكيم، أنا عمري ما تكلمت على التحكيم، خسرنا ماتشات عمري ما حكيت على التحكيم، وظلمونا قبل الحكم، لكن بالطريقة هذه جامي، عمري ما ريت حكم بالتصرف هذا. صعيب برش حتى فريق اليوم ما يربح، أنا مش خطر سكيكدا، خطر التحكيم هذا ما يخلي حتى فريق يربح في سكيكدا اليوم، فهمتي؟ على كل حال طوال اللي صار صار، ونفكروا في الماتش الجاي. نقدر نقول لك رانا شفنا بلي أدينا مباراة ممتازة، على كل هم كأنه واحد من ناحية التكتيكية ولا فيزيك ولا الحرارة في أرضية الميدان، بروفينا مرة واحدة أخرى بلي هذه المرتبة اللي رانا فيها ما نستاهلوهاش، باسكو ليكيب تاعنا نقدر نقول لك بلي المرتبة ممكن نكونوا شوية الفوقة، مي الحمد لله ورجعنا السكة تاع الفوز بالمباريات، وإن شاء الله من الفوق نزيدوا نحصروا هنا أكثر وأكثر من نعاودوا نفوزوا المباراة تاع البرار الداخل بإذن الله. المستفيد الأكبر من هذه الجولة هو أولمبي شلف الذي قفز إلى الصدارة بعد فوزه أمام اتحاد عنابة بنتيجة هدف للصفر في المباراة التي جرت على ملعب بومزراج بشلف، وحقق الأولمبي الأهم في المباراة وسجل فوزي بن حملة الهدف الوحيد من ضربات جزاء، وهو ما منح 3 نقاط ثمينة للجوارح، خاصة وأنها مكنت الفريق من استرجاع كرسي الصدارة. اليوم 3 نقاط ثمينة وتخلينا نلعبوا أليز لو بروشان ماتش، مي مازال يهمني لو روندمون باسكو مانيش نشوف لو ميم روندمون اللي كنت نشوفه في لالي، يعني شويه انا بيردي لو ريبر تاعنا، مي معليش هكذاك اونيتي سوليد ديريير، ما كانش كاين غلطات كبيره، ما قدرناش فاني نكريو دي زوكازيون بزاف، كان تسرع لي وهذا جاي من الضغط على اللاعبين لانه الهدف يبقى هدف صعود. خلقنا له صعوبات كثيره، ولكن انا قلت لك والله العظيم شيء مؤسف، شيء مؤسف، شيء مؤسف، يعني ضربه جزاء ما عرف منين جبدها ونخلاها واش من وقت كما كاك، وهذا الحكم تتفصلها لا بنا به، ماهوش اول مره اللي دارها، هذه ثالث مره اللي دار الاتحاد عنابه، جو نسي با واش عنده كونتر ياسم عنابه، الحمد لله كما قال لك درك تتفصل بنخليه بينه وبين ضميره، حرام يعني تخسر مباراه كيما هذه. في المقابل فتح رئيس اتحاد عنابة النار على التحكيم مجددا، حيث وجه أصابع الاتهام لعوين الحكم الذي أدار اللقاء. كيما مدور كيما هرادة نفس المشكل، يعني بينالتي ما كانش، احنا عندنا بينالتي فالابل، دونك اون فافور بيتاتر كونفا ان شاء الله نخرج من هذه البطولة، ما نزيدش نلعبوا باسكو سي با نورمال، يديروا لنا حل ولا نخرجوا من هذه البطولة، ما كان لا، هذه بطولة العار إذا يحبونا يعني نعدوا نضربوا في الناس ولا، يعني عيب شي كيما هذا عيب. زعما داربيتر ما يمشيش بينالتي يعني شافها غير هو، كاع الناس تضحك ما نتاعش الشريف اللي معانا ونشكروهم يعني ونحييهم، ولكن عتبانا يعني اذا الناس جات يعني نقدر سي مدبر، ولكن هادم يخافوا من ود بلا ما يوصيهم، اذا كانوا يجيو هنا بورسا حتى حنا نروحوا نحكموا الرابطه في ديال لالي باه نوليو، هذه مش بطوله ما نقدرش نديروا بونو هكذا، نحبسوا خير فواريتي لو شامبيونا فواريتي. في كرة اليد ولحساب بطولة القسم الوطني الممتاز رجال، فاز شبيبة الصورة بنتيجة 28 ل 26 أمام مضيفه نادي الأبيار.
المباراة التي تابعتموها مباشرة على قناتكم زين نيوز. شهدت تنافسا كبيرا بين الفريقين، حيث وقف أبناء الجنوب الندني للند أمام النادي العاصمي قبل أن يحسموا المواجهة لصالحهم في الأخير بنتيجة 28-26. والله العظيم كما يقول لك المقابله كانت من البدايه تاعنا كنا عارفين باللي تكون صعيبه، لان حنا الفريق السابره وفريق الابيار حنا نتنافسوا على المرتبه الرابعه، وما يخفاش عليكم جينا هنا بتعداد ناقص لعده اصابات، والحمد لله ربي وفقنا. وكما يقول لك كان الروندمون تاعي انا هذا بالاخر بمساعده زملائي، هما اللي كانوا اللي عطاوني الثقه التامه باش كنت في المستوى اليوم ان شاء الله. المقابله عدت في ظروف جد وحسنه، الفريق الخصم كان فريق عنيد، لعبنا طلبنا من اللاعبين باش يكونوا هادئين طيله المقابله، كون اللاعبين جل اللاعبين مصابين، عندنا الاصابات هذه وطلبنا منهم، وخاصه في الدفاع طلبنا من اللاعبين باش يلعبوا بطريقه عصريه وخاصه في الدفاع، ونحاولوا كيفاش ما نديروش اخطاء بزاف باش ما نخرجوش الاقصاءات عند دقيقتين. والحمد لله لعبنا في الشوط الثاني، سيرنا مقابله كما حبينا احنا، والحمد لله كان الفرق لينا، وهذه الفوز هذا فوز ثمين وثمين جدا، راح يخلينا ان شاء الله نكملوا مسيره ان شاء الله جيده ان شاء الله. الى كره السله ومباريات الجوله 11 من البطوله الوطنيه في قسمها الاول، والتي يواصل فيها نادي النصر حسين داي التحليق في صدارتها الترتيب عقب فوزه عشية اليوم على الضيف نادي أرويبا بنتيجة 76 نقطة مقابل 68. المواجهة كانت فرصة للمتصدر النصر حسين داي لإراحة بعض ركائز الفريق المقبل على مواجهة مهمة عشية الثلاثاء المقبل أمام شباب برج بوري ريج، وزجي بعناصر من الشباب أمام نادي أرويبا الذي يقبع في النصف الثاني من جدول الترتيب. وكانت الأربعة من اللقاء لصالح أشبال جمال ركيك، فأنهوا الربع الأول متقدمين بواقع 19 نقطة ل13، حيث كان الفارق في المستوى، والمرحلة الأولى انتهت بنتيجة 37-25. وشهد الشوط الثاني من المواجهة استفاقة الزوار لغاية أن وصل الفارق لست نقاط، غير أن عزيمة المتصدر رجحت كفتهم مع صافرة النهاية، وذلك بنتيجة 76 مقابل 68. كنا ماخذين دائما عندنا 14 نقطة فارق على أرويبا، ولكن في الخمس دقائق الأخيرة عاودوا ولاو أرويبا. نظن بالخبرة تاع اللاعبين عرفوا كيفاش بعد يسيروا المقابلة. احنا المهم هو الفوز اليوم، حبينا ندمجوا اللاعبين شبان. سي فري اليوم ليكيب دورنا شويه ليفيكتيف باسكو انا سيغ اون كاسكاد دو ماتش وين كنا نلعبوا دو ماتش بار سيمان، وعلى بالك سي لا لونغ سي بيزون بور لي جوار تما كادر اللي يلعبوا بزاف. دونك فوالا دونك ستاف تكنيك اليوم دور شويه ليفيكتيف باش هكذا باش نروبوزي شويه ليكيبيري شويه نون فورس، باسكو نهار الثلاثاء عندنا ماتش تري امبورتون دونك نقابلوا البرج نجيبوهم عندنا. حقيقة انا كاين اللاعبين هما مشكورين على الاداء اللي داروه. حنا وداد ام كان وداد ام ريبا ولي اسمه دوكا ار سي بي، انا نتخبطوا في مشاكل كبار لي ماتش تو انا براتيكمون كاع تيك نخسروهم باسكو ما عندناش امكانيات اللي عندهم لي زيكيب واخرين بار اكزومبل، ما عندناش دي جوار دي شوفروني ولا دي اللي عندهم ليكسبيريونس كبيره في سوبر ديفيزيون. لونترينور قالنا لعبوا وروا الباسكت تاعكم، وروا واش تعرفوا تلعبوا، والحمد لله لعبنا مع البريمي، بين لنا باللي الكلاسمون اللي رانا فيه ماشي الكلاسمون تاعنا. هذا وتبقى معاناة متصدري الدوري فريق النصر حسين داي لكرة السلة متواصلة من ناحيتين المادية وكذا على مستوى القاعة التي تشهد العديد من النقائص رغم النداءات المتكررة من المسؤولين اتجاه الوزارة الوصية. من الناحية الإدارية راح إن شاء الله على ما يخفالكمش بلي الرئيس لحلو خلى الفريق وراح غادر راح البليدة وما دفعش الملف تاعو للدي جي اس، وعندنا مشكل شوية إداريين باش يعطونا لا سيفونسيون. وضعية كارثية على كل حال، شكينا بكينا هضرنا، التلفازات تاعكم تكلمت عدة تلفازات كذلك على الموضوع هذا، لي زانفيلتراسيون دو كي تكون يعني الشتاء
انا كنا درنا الباش، حنا رحنا كرينا الباش ودرناه من الفوق. انا بهذا القاعه هذه نيدا الوزير على خاطرش تكلمنا مع المسؤولين الوزاره وعدونا مع مسؤولين مديريه الشبيبه والرياضيه وعدونا. راح نقول واحد العباره تاعنا تاع الجزائر هكذا يقولوا تعرف الريح في الشبك، كاع واش وعدونا الريح في الشبك. حان الوقت باش تحاسب المسير، يتحاسب كي تعطي له الصوارد يتحاسب وراهم الصوارد وين واش دار بهم، لما تعطيلوش ما تنجمش تحاسبه. والمسؤولين على المنشات يتحاسبوا. الصيانه راهي ضايعه تاع الصيانه. شوف نعطي لك اللوحه هذيك راهي محروقه ولا واحد حوس عليها يخدمها، جابوا لوحه جديده فاتوره جديده، بصح هذيك ممكن فيها اون بوتيت بان. اخبار دوليه متفرقه جمعها لنا زميل ياسين مزياني. تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي التشكيلة المثالية للسنة المنقضية 2018 والتي كشف عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما تواجد ضمن القائمة الكرواتي لوكا مودريج المتوج بجائزة الكرة الذهبية، بالإضافة إلى الثلاثي المتوج بكأس العالم رفقة فرنسا كيليان مبابي رافائيل فاران وانغولو كانتي. في كرة المضرب بلغ الإيطالي أندريا سيبي نهائي بطولة سيدني الأسترالية للتنس ذات 2050 نقطة عقب فوزه على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 7-6 و 6-4. وسيواجه الإيطالي سيبي الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين الفرنسي جيل سيمون والأسترالي أليكس ديمينور. ولدى السيدات تأهلت الأسترالية أشليك بارتي إلى نهائي بطولة سيدني لكرة المضرب عقب تغلبها في نصف النهائي على الهولندية كيكي بيرتنز بمجموعتين لواحد بوقع 6-7 6-4 و7-5. وستواجه بارتي الفائزة من مواجهة نصف النهائي الثاني بين التشيكية بيترا كفيتوفا والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش. وفي دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA أحكم دنفر نيكس صدارته للمجموعة الغربية وألحق الهزيمة بخامس ترتيب لوس أنجلوس كليبرز بوقع 121 سلة نظير 100. وعن المجموعة الشرقية ألحق ميامي هيت الهزيمة ببوستون سيلتكس بنتيجة 115 سلة مقابل 99 نقطة. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من الأخبار، سنلتقي في الجزء الثاني من الحصاد الرياضي والذي سنخصصه للحوار والنقاش، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من الحصاد الرياضي والذي سنخصصه للحوار والنقاش، واسعد باستضافه الياس بكريه لاعب سابق لوفاق سطيف وشباب بلوزداد. مساء الخير. مساء الخير سفيان ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. نبدا مع ممثل الكره الجزائريه في منافسه كاس الكاف والمنهزمه اليوم امام اهلي بنغازي الليبي بنتيجه هدف لصفر. المباراه جرت في سوسة في إطار ذهاب دوري تمهيدي من المنافسة، هدف قاتل في الرمق الأخير من المباراة، لكن هدف ربما يسهل تداركه في لقاء العودة. الياس طبيعة الحال هي كانت كانت رايحة بوريزة طابور للنهد مي مالوريزمو هذو الفوتبول أتومو تقدر تنكيسي سي فري تريد كان قادر يولي بريزولطا تاع ماتش نيل، مي مازال شوط ثاني هنا في الجزائر وين قادرين يراطرابيو ورانا نشوفوا تسمى هدف سير المباراليتي ان شاء الله ما يكونش مؤثر باسكو الملاحه قادره تعود في مقابله العوده. منافسه مباشره ذهاب واياب، نصريه لديها خبره قليله من الدور الفارط، ما يجب ان نذكره انه فريق اهلي بنغازي ودع دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بعد خسارته امام صن داونز الجنوب افريقي، وبالتالي هو فريق جيد. الياس معروف على مستوى الكره الليبيه ولا على المستوى الافريقي فريق الاتحاد الليبي دائما هو يمثل الكره الليبيه، يعني عنده مستوى تاع لاعبين لاباس به، خرج من دوري المجموعات دخل في نفس كاس الكاف، هذا يدري على انه عنده مستوى، ولكن نشوفوا باللي
النصر حسين داي قادر باش يهزم هذا الفريق ويتأهل لدور المجموعات عادي في مقابلة العودة إن شاء الله. نعم، نذكر أن اللقاء اليوم عرف غياب أحد العناصر الأساسية في الفريق هو حسين العرفي في وسط الميدان، لم يقم بالسفرية مع الفريق، وحتى نظن أنه قاسمي هو يعاني من إصابة، وبالتالي كانت أسلحة المدرب لاسيت لم تكن حاضرة في مباراة اليوم، قد يسترجعها في لقاء العودة. تكلمنا عليهم سفيان المرة اللي فاتت، قلنا فريق نصر حسين داي عنده تركيبة متكونة من 12 لاعب تقريبا، اللي ينقص واحد ولا اثنين الفريق يتهز شوية، خاصة في وسط الميدان، نعرف العرفي الدور تاعو في وسط الميدان، ولا أحمد قاسمي اللي هو هداف الفريق. هاد الأمور هادو يخلوا الفريق شوية يرتبك، ولكن إن شاء الله هاد الأمور تتصلح إن شاء الله في مباراة العودة، لأن مباراة فاصلة للدخول لدور المجموعات، إن شاء الله يكونوا في نهارهم في الروتور إن شاء الله. شفنا الهدف، هدف خطأ كرة ميتة، كرة ميتة براريتي، قلت لك أنا يغلط ديفونسور ما يمسهاش الغارديان ما يكونش هنا فيها خطأ في التركيز، هنا نقص تركيز الياس طبيعة الحال، 94 خلاص المقابلة خلاصت، ثم كان قادر بأي طريقة يخرج الكرة، ولا المدافع، نشوف المدافع كان قادر ثم ما مسهاش، والمهاجم ما مسهاش دخلت مباشرة. نعم، حتى الحارس لديه مسؤولية في الهدف، لا صعيبة الكرة داخلها صعيبة على الحارس، لأنه يستنى أي مدافع ولا أي مهاجم يمس الكرة، ثم ما عندوش الوقت باش الطون هذاك باش الريفلكس كما يقولوا تاع الحارس. مي هذه كرة قدم فيها أخطاء، وفيها ما كاش أخطاء ما كاش الأهداف، إن شاء الله تكون ما تكونش مؤثرة إن شاء الله. الفريق نصر حسين داي قادر باش يعود، نعرفوا نصر حسين داي بجمهور تاعو في ملعبه، ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. نعم، ربما ستكون فرصه لغاية مرباح الذي عاد الى التشكيله وكان في دكه البدلاء، وهو راه في تنافس مع الحارس بوصوف على مكانه الحارس الاول. انتهت منذ قليل مباراه النادي الافريقي امام الشباب قسنطينه في دوري ابطال افريقيا في حساب اول جوله من دور المجموعات. السنافر فازوا بهدف للصفر، نتيجة جد جيدة لممثل الكرة الجزائرية في أول مباراة له في دوري أبطال إفريقيا، راهو في صدارة المجموعة. لم نكن نتوقع فوز سنافر بملعب سوسة بملعب الأولمبي. لا، تشوف كنا عبد نقول شوية لور صفيان، تشوف فريق شباب قسنطينة بعد رحيل المدرب عبراني، الناس كانت تقول باللي الفريق راح يتكسر، الفريق راح يمر بفترة صعبة، شفنا العكس، من الفريق عاد بقوة في البطولة في منافسة رابطة أفريقيا، وهذا الشيء يدل على أنه فريق عنده مجموعة، ما عندوش نجوم، ولا عنده مجموعة متكاملة، وهذه المجموعة راهي تاخذ في الثقة مع مرور المقابلات. ورانا شفنا اليوم من فاز أمام فريق اللي عنده قيمة وعنده اسم في الكرة الإفريقية اللي هو النادي الإفريقي، مش من السهل باش تفوز على فريق النجم النادي الإفريقي، وكان حقق هذوك في الدقائق الأخيرة، تعرف بلي الفريق عنده شخصية، حتى الدقيقة الأخيرة كان مأمن باللي قادر يعود نتيجة إيجابية. كانت مقابلة كما يقول لك صعيبة للشباب قسنطينة، عرف كيفاش يسيرها وخرج بثلاث نقاط، هذا الثلاث نقاط راح يزيدوا عطوه أكثر ثقة، ويعرف باللي دوري المجموعات البداية تاعو لما تكون بفوز راح يقدر يكمل مشوار احسن ما يمر. نعم، وهذا ما حدث عندما خاصه المجموعه قويه. فكرني في 2014 لما كنا مع الوفاق، فزنا في رادس مع الترجي التونسي اللي واحد من اقوى الفرق، في اول جوله هذيك اللي زاد اعطتنا عزيمه وقوه. ان شاء الله يوصلوا على المنوال هذا ويعرفوا باللي كاس افريقيا هي عندها طعم خاص. فاش طعم خاص؟ تلعب امام انديه من شمال افريقيا ولا افريقيه، تشوف المستوى تاعك اولا، وتشوف المستوى تاع الفرق الاخرى والبطولات الاخرى، وتعرف اللي انت قادر على انك تهزم هذه الفرق، ثم عندك مستوى اللي قادر تروح به بعيد ان شاء الله. نعم، ولو انه النادي الافريقي غاب عن منصات التتويج في على الصعيد الافريقي في السنوات الاخيره القليله، وهو عائد هذا الموسم في دوري ابطال افريقيا. احنا ماناش نقصوا من الفريق تاع النادي الافريقي، ولو انه عنده خمس غيابات مؤثره في الفريق تاعو، ما يكونش مقصر في حق الفريق، ولكن كرة القدم تتكلم بالنتيجة. فريق شباب قسنطينة فاز اليوم على النادي الإفريقي، تتسجل في التاريخ وأنه فاز على الإفريقي في ملعبه. نعم، وهو مرشح بقوة للمرور إلى الدور القادم، سيكون إنجاز تاريخي بالنسبة للسنافر. ونذكر أنه مسجل الهدف وبالخير عبد النور في الدقيقة 89 في الشوط الثاني.
مباراة أخرى ستشد إليها الأنظار تلك التي ستجمع ممثل الكرة الجزائرية الشبيبة الثورة الذي سيتنقل إلى تنزانيا لمواجهة نادي سيمبا، ومباراة مهمة لممثل الجنوب الجزائري بعد تأهله إلى دور المجموعات. تأهل كان تاريخي، من حقه الآن أن يطمح. خلاص الفريق لما دخل دور المجموعات خلاص ما تتغير الحسابات، ويقول لك الهدف تاعي أنه نتأهل دور المجموعات، ودوك الآن خلاص في دور المجموعات. دوك عندك دوك تخمم مقابلة عندك مقابلة في تنزانيا غدا إن شاء الله، يعني لازم تحضر لها جيدا. وأدغال إفريقيا صعيبة، ماشي كما شمال إفريقيا كما الفريق شباب قسنطينة ولا فريق مصر الفنداي، حتى تغير المعطيات. لازم يكون حاضر بدنيا وذهنيا ويخرج بأخف الأضرار، لأنه مقابلة أولى هامة خاصة من الناحية المعنوية. إن شاء الله يعود نتيجة إيجابية. نعم، رغم قلة خبرة لاعبيه الخبرة صوفيان، الخبرة مع مرور المقابلات الخبرة تكسب ولو بصفة قليلة، ولكن اللاعبين هذيك الثقة تاع الفوز في البطولة الإفريقية، كل مقابلة تزيد تعطيك ثقة، تسمى الفريق خلاص هو داير في راسه بلي في دور المجموعات، معناتها خلاص الحق المرحلة النهائية، يعني باش يتأهل دور النصف النهائي لازم المقابلة الأولى يعرف كيفاش يصير يجيريها، يخرج بأخف الأضرار بعد ماتش بر ماتش حتى النهائي إن شاء الله. ونذكر أنه فريق الشبيبة الثورة سيستقبل الأهلي المصري في الجولة المقبلة، ومن بعدها سيتنقل إلى فيتا كلوب الكونغولي، وقع في مجموعة جد صعبة. مجموعتين، مجموعة شباب قسنطينة ومجموعة شباب الثورة، كل فرق عندها مستوى جيد، ما عندكش فريق ما عندوش مستوى ولا مادام لحقت لدور المجموعات هتقابل فرق قوية. أنا قلت لك الفريق اللي يكون محضر ذهنيا وبدنيا يقدر ينافس أي فريق مهما كان، الأهلي أو فيتا كلوب. ونعرف إن الكرة الإفريقية أدغال إفريقية شوية صعبة عندهم في بلادهم، ولكن تسيير المقابلات حياتك قوة وحياتك عزيمة إن شاء الله باش تعود بالنقاط. ياس تكلمت على تحضير حتى فريق الشبيبة الثورة، يعني تدعم بزيري حمار مهاجم القادم من مولودية وهران، وكذا مهاجم تنزاني اسمه توماس لاعب قادم من الهلال السوداني، فيما تم فسخ عقد المهاجم سيد أحمد عواج. لديها أسلحة المدرب نغيس زيري حمار يعرف الفريق وكان في الفريق وعاودوا للشبيبة الثورة، هذه التدعيمات بطبيعة الحال تعطي دافع قوي خاصة في الهجوم. كرة القدم الآن هي هجوم، دائما نقولوا ما عندناش لاطاك، ما كاش لي ماركي، ما توجور حنا، هذا هو البروبليم اللي هو صحيح. دونك لما يكون عندك خيارات وأسلحة جديدة تقدر تقاوم بها. كما يقول لك الفريق اللي يروح باش يهاجم ما يروحش في راسه باللي ما يخسرش، لازم يعاود يروح باش تهاجم، تقدر تسير لقاء تاعك الشوط الاول ما تعرفش الفريق 20 دقيقه او نصف ساعه، وبعد تشوف الفريق تاعك الا قادر ولا ماشي قادر. الناس لازم التحضير يكون نفسي للاعبين، قال احنا ماناش جايين باش ندافعوا ولا انا جايين باش نعاود بنتيجه ايجابيه مهما كان ثلاث نقاط او نقطه. هذا هو تحضير المدرب، يحضر اللاعبين تاعو كما لازم الحال، سواء كانوا لاعبين كما قلت الانتدابات اللي جابوهم جدد هذو يدخلوا في الفريق، ومع المجموعه اللي كاينه. وقلت انت الخبره كسبوها فريق شباب الثوره خلاص والف دوكا كاس افريقيا ودخل دور المجموعات، سي بون دوكا في راسهم عندهم هدف انه يمروا للدور القادم ان شاء الله. وان لم تخني الذاكره في عهدكم عندما توجتم برابطه ابطال افريقيا كنتوا تلعبوا بدون راس حربه، يعني كان عندكم مهاجمين يعني فعليا كانوا يسجلوا اهداف لكن في غياب راس حرب. كان يسجلوا، كان 65 لاعبين يسجلوا، كل سفيان يونس، كان زيايا، كان قاسمي، كان جحنيط، كان يسجلوا كامل، كل وسط ميدان ولا مدافع ولا كان برسك قالي جوار ماركه. صدر عندنا مجموعه، ما كانش عندنا واحد ولا اثنين دائما تكل عليه ولا كان ما يلعبش ما يكونش في نهار ولا ما بديش، كانت ما يلعبش اكس يلعب ايغري، صدير تنحي واحد ولا دير واحد في الجروب هو اللي يتحكم في المقابله. فعلا شبيبة الثورة بعد مواجهه سيمبا تنزاني غدا سيستقبلوا نادي تيبي مازامبي الكونغولي، فريق تعرفه من عند ياسر. لا ماشي شبيبة الثورة، يستقبل الاهلي المصري. نعم عفوا الاهلي المصري، الاهلي المصري خلاص، الاهلي المصري عاود يحكم القوه تاعو الافريقيه اللي كان معهود بها سابقا، ومر هو ثاني فريق مر بفتره شويه صعيبه، ولكن الفرق الكبيره دائما تمرض ولا تموت، عاود ولا بقوه، خاصه عنده لاعبين
دوليين، عنده واحد 8 ولا 9 لاعبين دوليين، فريق قوي، ولكن ان شاء الله تصور يجوز الامتحان تاع غدا ان شاء الله، يخرج باخف الاضرار اللي تخليه يعود معنويه مرتفعه، وبعد يحضر الفريق الاهلي لانه فريق الاهلي خصم. صحيح. فقط المعلومه، شباب قسنطين هو من سيواجهه تيبي مازامبيا الكونغولي في الجوله القادمه. نمر للمحترف الاول والدربي القبائلي اليوم الذي حسمه فريق شبيبه القبائل بفضل حمرون، رزقي حمرون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، منحا نقاط 3 ثمينة للكناري والذي قلص الفارق بينه وبين اتحاد العاصمة لنقطة واحدة بصفة مؤقتة، وشبيبة القبائل تبدأ مرحلة العودة بقوة. هو هدف اللقاء دربي جت مع عيد نعم الاحتفال برأس سنة الأمازيغية جاء دربي وخرج دربي ما شاء الله. هذا هو الدربي فيه فائز وفيه منهزم. فريق شبيبة القبائل عاود الدارك الأخطاء اللي صارت له في نهاية البطولة ورتب البيت تاعه وراو يدير في نتائج جيدة، وفريق مولدية بجاية ربما بلك نقول لك عنده مجموعه مليحه، ولكن سوء النتائج من ذاك يخليك تشك في الفريق تاعك، وان شاء الله ما يكونش مؤثر هذا الدربي، لانه عرس هو عرس قبائلي 100%. الناس شافت مباراه جميله، ان شاء الله ما يكونش مؤثر الفريق مولديه الجايه وفريق شبيبه القبائل الا يزيد الضغط على اتحاد العاصمه اللي خلص الفريق الى نقطه واحده مؤقتا، يعني في انتظار مباراة اتحاد العاصمة امام نصر حسين، ستكون ديربي ايضا مباراة جاية يوم الثلاثاء القادم. البطولة بدأت تتزير شوية، بدأت اعادة بعث البطولة من جديد، وحتى رئيس شبيبة القبائل ملال كان قال انه في حال ما لو افوز بالدربي الامازيغي سألعب على البطولة. من حقه رئيس الفريق يأمن بالفريق تاعو، واش قال على باله باللي الديربي تاع اليوم هذا يزيد يمنح له اكثر ثقه ويقلص الفريق ما بين الرائد. هذا الشيء من حقه، ان شاء الله ما يديرش ضغط على اللاعبين تاعو لانه لاعبين شبان شبان من الصعب يعني تحفيزهم وتطبيق الضغط عليهم. احنا في البطوله تاعنا دائما يقول لك لما يكون عندك مجموعه ودير عليها ضغط حتى تنقلب عليك سلبا. الفريق تاع فريق القبائل بدا مرحلة مليحة في البطولة، بعد تراجع شوية وعاود رتب الأمور تاعو، إن شاء الله ما يكونش الضغط عليهم لأنه مقابلة يسير حتى الدقيقة الأخيرة. حتى التشكيلة يعني تغيرت بنسبة 80% منذ قدوم ملال، وكان هناك مغادرة العديد من اللاعبين في صورة من علجية والبقية، حتى الميركاتو الحالي يعني تم استخدام 3 لاعبين فقط، وتم غلق ابواب الميركاتو مبكرا يعني قبل نهايه التواريخ، واستخدمت 3 لاعبين فقط. السياسه اللي يعمل بها فريق شبيبة القبائل سياسه التشبيب، ولو انه في بعض الاحيان تخاف شويه تريسكي في خاصه لما ما يكونش هناك نتائج، الفريق يمر بفتره فراغ، لازم يكون عندك دي جوار دي ليدر ولا كما يقولوا شويه عندهم اكسبيريونس باش يجيريو لك الجروب، باسكو الفوتبول سي كوا سي الفوتبول سي 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 المونطال لي جان ينقاسوا شويه في راسهم، ولا ما يخرج من الماتش ولا ما يكونش اليز ولا لا بريسيون تاع الغاشي تاثر شويه. الحمد لله جات لهم الفتره هذه، جاتهم مع لا تلاف تاع البطوله، عاودوا رتبوا امورهم وعاودوا قلعوا من جديد، وهاو نشوفوا النتائج صافي دوكا دو ماتش دو فيكتوار وين راهم ان بوان على ليسما، تحس بلي الفريق بدا يكون في شخصيته ولو انه لاعبين شبان، وهذا طموح الفريق لانه الفريق يعمل المدى البعيد، هاد اللاعبين هادو عندهم مستوى قادرين يروحوا بعيد مع فريق شبيبة القبائل. نعم، ولاعب حمرون لاعب المغترب هو ثاني هدف له هذا الموسم مع الشبيبة. باش تشوف لما ينتدب لاعب ويمد الاضافه بسرعه ترى بلي ان هذا الانتداب في محله فعلا، ما يستناش جوار حتى ينطمي في الجروب وسناه كاش ما مقابلتين ولا ثلاثه مباشره، لما جاء عرف العقليه ودخل في المجموعه وراه يؤدي في اداء ممتاز وراه يسجل كل مقابله ويسجل. هذا انتداب ناجح 100%. نعم، على عكس فريق شبيبة القبائل، فريق مولودية بجاية وخالد المضوي منذ قدومه لهذا الفريق نتائج متذبذبة، وفعلا بدأ بداية جيدة بمباراتين بخارج قواعد حق نتائج إيجابية، لكن بعدها
النتائج لم تكن. لا هو صرح لما أتى صرح وقالوا عندي مجموعة ناقصة. هو في بداية لما بدأ عنده مجموعة ناقصة وواحد ما يكذبش على روحه. لما ما تكونش عندك البدائل وما عندكش الخيارات. ما عندك ما تعمل كل أسبوع عندك نفس التركيبة. ثم التركيبة هذه كانت تدير في خطرة مقابلة تفوز مقابلة خطرة تعثر خطرة ما تكونش ثم التركيبة هي ما عندك شو تغير. تم استخدام فهم بوعزة الأسبوع الماضي لا أعلم إن كان مؤهل للمباراة لكن فهم بوعزة يعد أيضا تدعم نوعي بطبيعة الحال فهم بوعزة عنده مستوى ولعب عنده 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 إكسبرينس قادر يعاون الفريق حتى بالمعنويات ولا سير بلومونطال يقدر يجيري في الليجان هادوب يمد الإضافة على بالي يمد الإضافة إن شاء الله. نذكر فقط أنه مباراة وفاق سطيف وجمعية عين ميلا تم تأجيلها فيما مباراة أولمبيا المدية واتحاد بالعباس كاد أن يؤجل هذا اللقاء. لدينا الصور نعم صور إزالة ثلوج من أرضية ملعب إمام الياس نعم ها هي الصور مباراة كادت أن تؤجل لكن في آخر المطاف وبعدما أمر الحكم بإزالة الثلوج اللقاء جرى وعرف فوز أولمبيا المدية بهدفين لصفر. عرف توقيع كل من عبد الحكيم صامر الهدف الأول في الدقيقة 25 وتوفيق عدادي من ضربة جزاء في الدقيقة 75. فريق مولودية الجزائر والآخر فاز بنتيجة 4-1 أمام دفاع تاجنانت في مباراة جرت من دون جمهور. نمر إلى الرابطة الثانية وتغيير الذي طرأ على مستوى مقدمة ترتيب فريق مولودية العلمة ضيع اليوم كرسي الريادة لفائدة جمعية أشلف البابية إن هزموا أمام شبيبة سكيكدا في سكيكدا بنتيجة 2-1 وبالتالي ضيعوا كرسي صدارة لفائدة جمعية أشلف الفائزي بهدف لصفر أمام اتحاد عنابة وبالتالي مولودية العلمة لم تعمر كثيرا أو طويلا في صدارة جولة واحدة وجمعية شلف يعود مجددا للريادة. قيل الكثير عن مباراة جمعية شلف واحتساب ضربة جزاء وتصريحات لرئيس اتحاد عنابة. إلى متى نوجه أصابع الاتهام إلى تحكيم الياس؟ التحكيم هذا ولا هو 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 هو, هو السبب الرئيسي في تحديد المباريات في البطولة تاعنا تجدوها إلى في البطولة تاعنا. لما فريق ينهزم الحكم هو السبب لما فريق يفوز ما بليش أنا واش كاين دوك إذا لقينا نهضوا غير الحكم مش الحكم هو اللي راه يلعب 90 دقيقة ولا الحكم راح لو كان تسجل ولا تدير اداء مليح ودير مقابله الحكم ما راحش يرفض لك هدف ولا تما اشاك فوا يغلط خطره زوج باسكو كيما يقول لك ماكش اللي ما يغلطش خطره ماشي بصح ماشي اشاك فوا نقعدوا نحصلوا في التحكيم وكل ما يخسر فريق التحكيم ولا كل ما يفوز فريق لانه رئيس تاعو يميل للفريق هذاك وتدخل في تاويلات. هذه بطوله فيها حكام شبان فيها حكام نزهاء ما كاش اللي ما يغلطش صاريف كيما يقول لك تغلط في 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 مقابله او اثنين كاين عقوبات كاين ولكن باش اشاك فوا نسمعوا هذه تاع حكام وحكام كيما انت اليوم غلط معاك غدوا يكون معاك ويمد لك وهذه هي. نعم مولودية العلمة لم تصمد طويلا في كرسي الصداره جوله واحده وعادت للوصافه خساره بسكيكدا سكيكدا التي تصارع من اجل البقاء. فريق العوده في مرحله العوده ما فيهاش حسابات الكل 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 وكأنه مقابلة كأس فعلا. خاصة الفرق التي تستقبل ماذا بها كاع ما تضيعش نقاط لأنها تكون مهددة وخاصة شباب سكيكدا اللي كان يسحق هذ النقاط. فريق مولودية العلمة ولو أنه ماشي أضر عليه الإنزاب لأنه مازالوا في مرتبة ثانية ولكن حيخليه يزيد يكون أكثر جدية لأن البطولة هتعرف صراع شديد حتى النهاية. إن شاء الله هنشوفوا تنافس كبير ويكون فيه روح تنافس رياضي ونزيه نصح القول. نعم نجم مدرة المفاجأة فازت بثلاثية للصفر أمام أمل بوسعادة بخارج القواعد. هذا الفريق يسير بخطى ثابتة ليتنافس على إحدى ورقات الصعود. طبيعة الحال الفريق من بداية الموسم هو في طريق صحيح وما زالوا في طريق صحيح نتائج إيجابية لحد الآن
انا ما كنتش متوقع باللي يكون في هذا المستوى، ولكن عرف كيفاش يسير البطوله هذه، وعلى باله باللي ما كاش مستوى فرق كبير بين البطوله الثانيه ولا القسم الثاني ولا القسم الثالث. عنده مجموعه شابه ودعمها بلاعبين عندهم شويه خبره، ورانا نشوفوا النتائج هي اللي تهضر عليه. ان شاء الله يكمل عزمين والمدربين احنا كما يقول لك يطلع درجه كما يقول لك عام مر عام تكون سابقة للفريق هذا إن شاء الله. فعلا هي في أول موسم له نجم مقرها في القسم الثاني، وعلى عكس رائد القبة الذي يعيش وضعية كارثية، انهزم اليوم مرة أخرى أمام الاتحاد بسكرة بخارج أرضية ميدانه بهدف للصفر. ورائد القبة هل نستطيع أن نقول أنه رهن حدوده في البقاء؟ أنا كي نقول رائد القبة نتفكر اتحاد الحراش، اتحاد بوليدة، فرق الوسط هذو يعانوا ماليا وكأنه ما عندهمش ماليهم، ما كاش لي حوس عليهم سفيان. مشي عيب ثم خلاص الناس كرهك دائما كل عام سؤال مطروح، ما كاش الموارد المالية، ما كاش مدخول، ما كاش الاسبونسور، ثم كل عام راهي كل عام لا روتين هذه خلاص ولفناها. اتحاد الحراش، رائد القبة، اتحاد بوليدة، ثم دائما مشاكل دائما، ثم يا هل ترى نبقى هكذا؟ ديروا حل ولا شوفوا شغل دائما تسيجي واحد. رائد القبة يعاني، اتحاد الحراش يعاني، اتحاد بوليدة يعاني، وفريق الوسط وكأنه ما كاش ما عندهمش ماليهم، ما كاش اللي يفك عليهم، بورتون شوفوا من اعرق الفرق في البطولة الوطنية. نتمنى ان تتحسن احوال أندية الوسط. بهذا وصلنا الى ختام الجزء الثاني من الحصاد الرياضي، شكر لكل من ساهم في اعداده، الشكر للضيف الياس بكرية، شكرا جزيلا. شكرا للدعوة. إذا المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، ابقوا أوفياء لبرامج قناة زي نيوز، وإلى اللقاء.